مرحبا شيف، جاهز التحدي اليوم؟ زي ما تعرف مطبخ شيف كل يوم بيجمع الأمهات عشان تشاركوا أسرارهم وخبراتهم، واليوم هو دورك عشان تحضر واحدة من هالوصفات بس بلمسة جديدة. أول شيء لف العجلة عشان تختار الوصفة. والآن خلونا نكشف عن المكون السري بالوصفة، لأننا ما نبغى التحدي يكون مرة سهل. ريحان الطازج، طبخة شكشوكة، طبخة شعبية سهلة، واليوم بحضرها لكم بطريقة جديدة مع كريمة الطبخ. فباخذ بيضتين وبكسرهم هني، فالحين بحط كريمة الطبخ ونحرك البيض شوي بس حتى ينخلط ويا بعض، وبستخدم اليوم زيت زيتون لأنه صحي أكثر. الحين بحط البصل، نزيد عليه الفلفل الأحمر، بعدين بنحط الطماطم. الحين البيض اللي حركته ويا الكريم شوي منه، فبنستخدم الحين بيض كامل بكسره على هاللي موجود عندنا. عقب ما خلينا الشكشوكة تطبخ حق 15 دقائق غطيناها استوت، فبنستخدم جبنة بوك الفتة. جبنة بوك اللي عجبني في ذي أن حاطين سلة يشيل كل الماي تصفيه، فبسهولة نقدر نستخدم الجبنة. وبنستخدم المكون السري، أحلى شيء ريحان، يعطي لون ونكهة. بالعافية.